بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وأيامكم سعيدة بولادة مولانا وسيدنا علي بن موسى الرضا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يوفقنا لخدمة محمد وآل محمد، وكذلك أن نشارك في هذه الفرحة جميعا بإذن الله عز وجل. كثير من الأخوة والأخوات يتساءلون فيقولون في بعض الأحيان نرى أشخاصا لأول مرة، ولكن لا نعلم لماذا نشعر بأننا قد رأيناهم سابقا في مكان ما، وعلى ماذا يدل؟ وكما يقول علماؤنا الأعلام بأن الإنسان من الناحية البيولوجية يعني يقوم بتصوير كل ما رآه في حياته، كل ما رآه في حياته يسجل في ذاكرته، وهذا الشخص الذي أنت تراه لابد أنك قد رأيته سابقا في مكان ما، ولكن كان من بين الصور التي كانت تخزن، ولكن نتيجة أن موقف معين استوقفك معه أو مكان معين أو زمان معين، فتقول إني أعجب لأول مرة أراه ولكني أتصور بأني رأيته سابقا. هل سيأتي فلان ويقول ربما هذا الشخص من غير دولة، وصادف بأنك قد رأيته لأول مرة وأنت لم تذهب إلى تلك الدولة أبدا، فكيف يكون بهذه الصورة؟ لذلك علماؤنا الأعلام يقولون بأن الرأي الأول ليس بالسديد، وإنما رأي أهل البيت عليهم السلام هو الصحيح، كما قال الإمام الصادق عليه السلام في مضمون الرواية بأن الأرواح في عالم الذر كانت مجتمعة، أرواحنا ذراتنا في عالم الذر كانت مجتمعة سويا، فمنها ما تآلف ومنها ما تخالف، فما ائتلف منها هناك في عالم الذر ائتلف هنا في الحياة الدنيا، وما اختلف هناك في عالم الذر كذلك أصبح الخلاف في الحياة الدنيا. ولذلك هؤلاء الأشخاص ما زالوا متعلقين في بالك نتيجة أنك قد رأيتهم في عالم الذر. جيد، هل عالم الذر فيه يعني أشكالنا؟ نعم، فيه مثالنا، يسمى بعالم المثال، أي بمعنى بأن روحك كانت تشبه الآن مظهرك الخارجي، الروح تشبه المظهر الخارجي تماما، ولذلك أنت هناك إما كنت قد اختلفت معه أو ائتلفت معه في عالم الذر، وصادف في أن في الدنيا، وليس مصادفة وإنما أنت في الحياة الدنيا رأيته في موقف ما، في مكان، في زمان ما، ولذلك تقول لقد رأيته سابقا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على صفاء نفسك، بأن لديك طاقة روحانية جيدة في الاتصال والمحافظة على تلك العوالم القديمة، وبأن نفسك ما زالت تستطيع أن ترتبط بتلك العوالم الروحانية، ولذلك عليك أن تستغلها بشكل جيد عن طريق الدعاء والعبادة والاستغفار، الصلاة على محمد وآل محمد، وبهذه الصورة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء الذين لديهم تلك الإمكانية من الشباب والشابات، الرجال النساء، في استغلال هذه الطاقات التي تدل على صفاء قلوبهم، على صفاء أرواحهم، بأنهم لم يتلوثوا بهذه الدنيا إلى درجة أصبحت قلوبهم سوداء وبصائرهم سوداء قد عميت تماما فلا يذكرون شيئا من تلك العوالم. هذا يدل على أنهم أناس يعني صالحين إلى حد كبير. برنامج صباحات ولائية من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.